تسويها اي والله بعض الخشوع بعض لا 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 كذا احيانا الخشوع من قول لي كيف 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 لما رجع الاخ يزيد الساعه 8 وجعه ضرسه فهم فقال اروح ازين ضرسي فهمت علي فهو شكله من الالم دق علي الساعه 9:30 والله وصلت يقول انت ايش في شيء قال لا انا في المستوصف قلت ايش في قال ضرسي قلت لا تشلعه قال لا تشلعه قال لا بسحب عصب اليوم يوم جاء قال شلعته قلت ايش قال يا اخي قاعد يشلع انا رجال انا سالفه السن الحاله وسالفه انه قاعد يشق في ماي الحاله يا اخي حسيت سالفه الصديق نيور ياخذ مسكيات ومتكي ياخذ مسكيات زايد زايد في الرحله زايد ترى والله لعيبه الله رجك يا زيد هذا علي هذا اللي يطلع الرحله اوه يا بطني يعزم اخوه ويوهقك وينام هو تقول علي غلط الله يهديك والله جد خصم خصم مركز واحد بعض المناقص ما له سلع باقي لي ثلاث واصير نجم نط مرة ثانية ابغى اصير ثاني الله طيب خلاص هذا متى بيكون هنا اتوقع استطاع ما عاد ازعجته جده خارجكم وانتم ترقيت معليش يا جده جده اعذرينا يا جده انجبطنا يا جده والله نرجع للنجم نرجع نروح ونجي نروح ونجي يا جده هذا فاين صح؟ هذا فاين نعم نركز ايش اسم الفاين؟ فاين اسمه رولي حلو حلو تمام عادي عادي عيشوا الريالتي عيشوا حطوهم شو احنا عندنا والله انك النجم هذا المال دي ايش اسمه؟ اسمع هذا ش... خلاص انا الحين مركز ايش اسمه؟ تكفى لا تخليني اصطدم مع علي اصطدم ولا اقعد على الكرسي احكم صبر صبر احكم احكم بعدين خليك تاخذ المركز الثاني يلا علي عصي ايش اسم المنديل؟ رولي خذ لك كذا اخذته الثالث قبل شوي تخلص ايش اسم المنديل؟ باقي احمد رولي باقي احمد احمد التوب استاهل باقي لي واحد باقي احمد التوب ايش اسم المنديل؟ خذ لك المركز الاول الف مبروك سمعوني اقول تحيه للشاعر نجم رولي علي ايش هذا ايش اسمه ذا؟ لا لا ما اقدر انا ابغى مركز انا اقول انتم ما تدورون في نقاط انا ادور في نقاط وراي ناس تتعب يلا جو اوهق ايش لعبتك يا اخي مني ساعه شوف شوف خلاص اوكي سولف لا ما سولف الهدوء يا عم حرام انه خلاص خلاص انا والله قاعد يجيني دور خلاص ورب الكعبه حتى تمسك الباين كذا وتدور عليه 10 مرات وبعدين بعلمك انا لا تقتل المتعه يا مسلم اول شيء نحيي استاذ ذيب العتيبي استاهل والله والله اسمه ذيب العتيبي استاهل ابو عمر على فكره مقوله ابو عمر هذه اكثر لها اكثر من 10 سنوات ما شاء الله ذي اللعبه اللي قد لها ساعه ويعيد فيها على ما تجيكم الساعه ايش رايكم وفي الاخير امسك تم في الاخير امسكوا اللهم اجون احنا اللي نجيكم سلطان ايش الفكره؟ ايش الفكره؟ هذا باب رقم واحد واحد هذا باب رقم اثنين هذا باب رقم ثلاثة باب رقم هذاك اربعة وقع العقد الله يحفظك وقف جست وقف جست جست خذه اضربه يا جماعة انا ايتام دقيقة بس يكمل اللعبة الله يحفظه اي صح مرة يلا عشان ننجز الموضوع ابشر ابشر وبس يكمل اللعبة الله يحفظه يطلع برا البرنامج انا ما يستاهل وجوده اموره طيبة اموره طيبة والله ما سويت شيء يلا يا ربي لعبتي لعبتي انقتلت خلاص اوف خلاص خلاص بخليه يوقع العقد والله يحفظه طيب لا مستهتر تمام في تنايف صدق صدق تنايف والله تنايف يا ادارة الله يرضى عليكم خلاص بس نخلص بقرتنا لا لا معليش يا شباب لا معليش والله ما اطلع تخريب يا والله ما لا اسمع انطلع سلطان انا وراه والله يا اصيل انطلع سلطان انا وراه انا ما بطلع ورا احد الله يحفظه كذا بديت حركاتك ايوه سلم الحين قول لا صدق صدق الحين قول مع السلامه خلنا نلعب بالله دقيقه لا باقي تاشرون لحد يجي بس نخلص اللعبه ندري انه مغلطه وخلاص بس دقائق ما غلطت بكيفه يلا والله اقولها وانا صادق يا اخي صدق يا اخي دقيقه لا تخرب الفقره يا اخي يلا العب اعداد على عيني وراسي والله اكملها ان شاء الله لا 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 والله ما والله كثير يعني مره بعد يا ابني روح يا ابني خلاص ابشر تكفى يا ابني خلاص يا سلطان ما بك اسمع اسمع اقطع الهوا علي ما عندي مشكله اقطع والله اقطع ان شاء الله عادي تقطع عادي اقطع يا رجل امور طيبه الامور طيبه اللعبه تفاهمها هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه تمسك الباب وتطلع برا البرنامج تمام اتفقنا دحين تمسك يلا دور يا سلطان واذا قلت لك روح باب اثنين على طول وما تثبت واحد اثنين ثلاثه وبامانه انك تركز بالعين واحد بسرعة بسرعة أسرع اثنين ثلاثة بسرعة أربعة خمسة ستة سبعة يلا يلا
وعلى العشاء على العشاء تفضلوا على العشاء. ها؟ صدق شالوا السبيكر؟